مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ستكون الأجواء باردة أثناء النهار، شديدة البرودة أثناء الليل، مع فرصة لتشكل الصقيع وحدوث الإنجماد في كثير من الأماكن، وتكون بشكل عام درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ستستمر في التأثير على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة، وبنلاحظ أن اللون الأزرق تقريبا يمثل هذه الكتلة الهوائية الباردة، وبتستمر تقريبا خلال الأيام القليلة القادمة. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء شديدة البرودة، درجات الحرارة قريبة من الصفر المئوي. أيضا هذه الليلة هناك فرصة لتشكل الصقيع وحدوث الانجماد في كثير من الأماكن، خاصة مناطق المرتفعات الجبلية العالية والبادية والسهول، ولذلك نحذر من خطر الانزلاق في الأماكن اللي فيها مياه متجمدة، وأيضا الرطوبة بتكون مرتفعة قليلا بحدود 81%. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، تظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى المتوقعة 8 درجات والصغرى 2. طبعا درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح، ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية. وكذلك يوم الاثنين أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، والعظمى بتكون بحدود 9 والصغرى 4. وأيضا خلال الأيام القادمة أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا وأثناء الليل، وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر هناك فرصة لتكون الصقيع وحدوث الانجماد. يوم الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا مع بقايا الأجواء باردة، وأيضا هناك احتمال لسقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر في أماكن محدودة ولفترة محدودة، العظمى المتوقعة 9 والصغرى المتوقعة 3 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ في المناطق الشمالية. المناطق الشمالية أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا وغائمة جزئيا أحيانا، إربد 12 إلى 5، عجلون 10 إلى 3، جرش 12 إلى 4، والمفرق 11 إلى 3، يخشى من حدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر. أما المناطق الوسطى أيضا تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، البلقاء 8-1، مأدبة 8-1، عمان 8-2، البحر الميت 18 إلى 9، والزرقاء 11 إلى 3 درجات مئوية. أيضا يتكون الصقيع ويحدث الانجماد في بعد منتصف الليل خاصة وفي ساعات الصباح الباكر. أما المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا مع حدوث الانجماد والصقيع أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر، الكرك 8-2، الطفيلة 7-2،
والشراء 5-0. أيضا هناك فرصة في منطقة الطفيل لسقوط بعض الأمطار، وأيضا فرصة لسقوط بعض الثلوج الخفيفة لفترة محدودة على جبال الشراء في المنطقة الجنوبية، ولكن هذه لفترة محدودة وفي أماكن محدودة فقط. إمعان 9-0 والعقبة 18-10. إذن أجواء شديدة البرودة أثناء الليل، يحدث الانجماد والسقيع خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. أيضا المناطق الشرقية أجواء باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، ويخشى من حدوث السقيع والانجماد في مناطق البادية والبادية الشرقية. والصفاوي 13-5، الأزرق 13-4، والرويشد الحرارة العظمى المتوقعة 12 والصغرى 4 درجات مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.